السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رفع حركة أكشن. يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ وإلى متى السكوت على دعوة محمد بن عبد الله؟ يا أستاذ إيه السيجارة دي يا أستاذ؟ مش احنا بروفا؟ البروفا زي التصوير بالظبط. أنا آسف يا أستاذ. يا سادة قريش، ماذا أنتم فاعلون؟ وإلى مين العدمان الصدمان اللي قاعد مع سادة قريش ده؟ إيه ده؟ أنت بتعمل إيه عندك يا دياب؟ أنت مالكش شغل هنا؟ ومالكش شغل في الديكور ده خالص؟ أنت شغلك مع المسلمين؟ إيه اللي جابك مع الكفار؟ اخلص واتكل على الله عشان مش فاضيين. لا مؤاخذة يا أستاذ، أنا عايز أبقى مع الكفار. هو مزاجك؟ والله العظيم ثلاثة يا أستاذ، أنا حافظ كل الكلام وجاهز على البروفا والتصوير. يا بني آدم ما ينفعش، ما ينفعش تبقى مع الكفار. بص لزمايلك، العز باين عليهم، غضب ربنا باين على وشهم، صحتهم كويسة. إنما أنت يا دياب، أنت غلبان وطيب، علشان كده يا دياب المخرج اختارك تبقى مع المسلمين. إن كان على اللبس يا أستاذ، هتقولي لبس كافر ونلبسه في نص دقيقة واحدة، هو الكلام أنا حافظه تمام 100%. أعمل معاه إيه بقى ده؟ حد بقى يجي يفهمه عشان أنا مش ناقص. جرى إيه يا دياب؟ جرى إيه؟ كافر ولا مسلم؟ يا ميتك مدفوعة. وبعدين حد يكره إنه يعمل دور واحد مسلم؟ أنا بحكي سناوي، اتوسط لي عند المخرج بس، نفسي أبقى كافر. أبقى كافر مرة واحدة في حياتي، النهاردة بس، النهاردة بس، والله العظيم. دوري مع الكفار أحسن بكتير من دوري مع المسلمين. فرصة. وفهمت إنه ما ينفعش. يعني هنفضل على الحال ده كتير؟ طب أعمل إيه يا أستاذ؟ طب أنا ذنبي إيه؟ سايق عليك النبي يا أستاذ، أديني حلفتك بالغالية. أبوس إيدك، أبوس إيدك يا أستاذ، أديني الفرصة دي مرة واحدة في حياتي أطلع كافر، كافر. طب يا سيدي، اتفضل روح البس كافر. دقيقة واحدة وتكون هنا، أنا مش ناقص عطلة، اتفضل. بص دقيقة. بسرعة يا دياب، مش عايز اسمع صوت هنا. هل تعرف الممثل ده احمد سلوي؟ ده مش ممثل، ده كومبارس بيطلع في كل الافلام والمسلسلات. مرة يطلع غلبان، ومرة حرامي، ومرة لئيم، ومرة كمالة عدد، لكن المرة دي مش عارف ماله. طب هما الكفار بياخدوا فلوس اكتر؟ لا. طب هو هيروح بالهدوم دي بعد التصوير؟ برضه لا. ازيك يا حاج اسناوي؟ اهلا يا سردة. انا جاي بقى وعشمان فيك عشم كبير قوي. فرح الواد اخويا يوم الخميس الجاي، وشرف لينا بقى وقبها ان صور الفرح تكون يعني ان شاء الله من غير مقاطعه، والف مبروك مقدما. والحساب اللي تطلبه تؤمر. مفيش فرق يا حبيبي، ربنا يخليك لنا يا حاج اسناوي، ما يحرمناش منك، متشكرين قوي. مش عايزين نعيد المشهد تاني عشان ما عندناش اكل تاني. والساده الممثلين الكفار يركزوا شويه وياكلوا جناهم وشراهم عشان نخلص ونخلص المشهد ده من اول مره، عشان نروح، عشان اتخنقت. يلا سكوت، هنصور. 25 واحده والمره اكشن. يا سادة قريش، ماذا نصنع بمحمد؟ نقتله. وكيف نقتله وله اهل وعشيره؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ وكيف نقتله وله أهل وعشيرة؟ نظلمه بالتالي. لا يا راي، استار. هجيب لك واحدة كمان، بس الفخدة دي مش حاجة هينة، عشان الحموضة. عشان تضيع الحموضة يعني؟ صدق بالله أنا الحموضة دي على قلبي زي العسل. بس بسم الله ما شاء الله عليك، الفخدة في إيدك كتخف الريشة. على فكرة أنا كنت فاهم من الأول. أنا بيني وبينك عرفت إن أبو جهل عامل وليمة للكفار، قلت مش ممكن تفوتني. أنا حسيت بكده، قلت لا يمكن يبقى كافر على الفاضي. تصدق بالله؟ لا إله إلا الله. أنا بحلم بالوليمة دي من 15 سنة. 15 سنة؟ 15 سنة بحلم بالوليمة دي، بحلم بإن يبقى في إيدي بهبرة لحمة، فخدة، زن، سمانة، حاجات اللي زي حالاتنا ما بنشوفوهاش لا في أعياد ولا في حتى في مواسم. وسحنتي اللي أنت شايفها دي مخليها الناس شايفاني على إني غلبان وعلى قد عالي. عمرهم ما فكروا يجيبوني كومبارس في حفلة خمس نجوم مثلا.
كبير قهوة أو تخشيبة بوظة، ولما الحكاية ضربها الدم قوي يبقى محل كشري. وأول ما وصلني بقى أن أبو جهل عزم الكفار على الوليمة دي قلت كافر كافر، أنا عاوز أبقى كافر بقى. أيوة أنا كافر. أجيب لك شاي؟ هعمل معاك شغل كويس على فكرة، عشان يعني أنت راجل عسل ودغري على فكرة، وإن شاء الله ربنا يكرمك. أنا أسمع برضو أن فخد حلل هالشاي، هات شاي.